متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم آخر تحديثات المنخفض الجوي والذي يؤثر على بعض مناطق المملكة. هذا المنخفض الجوي كما نلاحظ عبر آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا إلى تقريبا تمركزه في المناطق الشمالية من الأراضي المصرية. نلاحظ حركة الدوران الكبيرة التي تحصل حول هذا المنخفض الجوي والذي ينم على يعني مقدار قوة أو عمق المنخفض الجوي. هناك بحمد الله أمطار رعدية كثيفة تتساقط في عموم مناطق شمال غرب المملكة وغرب المملكة، تشمل مناطق عديدة من تبوك إضافة إلى بعض الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من المدينة المنورة، بالإضافة للمناطق الساحلية من القطاع الشمالي الغربي. بعض الأمطار أيضا تتساقط في المناطق القريبة من حقل بالقرب من خليج العقبة، وأمطار أيضا تتساقط في بعض الأجزاء من القطاع الشمالي الغربي مثل عرعر والجوف، ومع الإشارة أن هناك رياح قوية تندفع في هذه الساعات في تلك المناطق. حالة من عدم الاستقرار أيضا موجودة في القطاع الأوسط من البحر الأحمر، هناك بعض السحب كما تلاحظون الرعدية الممطرة تدخل تدريجيا إلى داخل اليابسة، وبالتالي لا يستبعد أن تكون هناك بعض الهطولات في مدينة جدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي للمملكة خلال الساعات القليلة القادمة. وحتى إن نظرنا إلى هذا المنخفض الجوي الذي يتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي، فكلما اقترب هذا المنخفض الجوي بالاتجاه الشرقي أو مع حركة باتجاه الشرقي يتوقع أن تزداد كثافة السحب الرعدية في هذه المنطقة، بالإضافة أنه متوقع أن تكون هناك رياح قوية جدا للغاية في المناطق الشمالية الغربية من المملكة تثير العواصف الترابية، ويتوقع اشتداد الأمطار الرعدية، ويتوقع أيضا حدوث السيول وتشكل السيول في العديد من هذه المناطق. هناك جبهة هوائية باردة قوية جدا للغاية موجودة مع هذا المنخفض الجوي ستتحرك غدا تدريجيا باتجاه داخل المملكة، فبالتالي تابعونا غدا لأن هناك فرصة للأمطار الرعدية على مدينة جدة وبعض الأجزاء الأخرى من المملكة نتيجة هذه الجبهة الهوائية الباردة. تابعونا عبر منصات طقس عرب المختلفة للمزيد حول آخر تطورات الأحوال الجوية، منها عبر حسابنا على تويتر أو من خلال تحميلكم لتطبيق طقس العرب. أتمنى لكم جميعا أوقات سعيدة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.